الدراسة في موسكو. شنو المميزات عندك الدراسة في موسكو؟ هل هي يعني كل شيء راح أذكره؟ طبعاً أنا داخل الساحة الحمراء. طبعاً هاي التحضيرات مال رأس السنة. انتظروا الفيديو اللي بعد هذا راح اصوره، طبعا نفس اليوم راح اصوره، بس الفيديو اللي بعد هذا راح يجيلكم عن راح افتر فيها الساحه الحمراء واشوفكم كل التحضيرات بالكاميرا الخلفيه حتى تكون الصير اوضح. بس هسه ما شاء الله راح يصير ازعاج او خلينا نفتر يلا عادي ازعاجكم اكو عادي، بس اذا صوتي مو واضح لا تقولوا لي ليش. المهم فأول شيء راح نذكر أول مميز أي شيء سلبي إيجابي وشيء سلبي. أول شيء مهم مميزات الدراسة بموسكو إنك راح تحصل على جامعة قوية، طبعاً هي أغلب وتقريبا كل الجامعات اللي بموسكو هي جامعات قوية، بس تختلف بين جامعة وجامعة القوة مالتها، يعني ممكن على الاعتراف العالمي، قوة التدريس، المختبرات، هاي الأشياء. أكيد يختلف بين جامعة وجامعة، بس بشكل عام الجامعات اللي بموسكو أغلبهن كلهن أو أغلبهن هي جامعات قوية ورصينة. تجي هسه على السلبية، شنو السلبية الدراسة بموسكو؟ طبعا نفس الشيء متعلقة بالإيجابية الإيجابية الأولى. شلون؟ أنت إذا تريد تحصل لك على جامعة قوية أكيد أنك راح تضحي بالشيء. شنو هذا الشيء؟ أكيد السعر. بدي يسوي أرسون أنك راح تضحي بشي. شنو هو السعر؟ راح يكون سعر الدراسة بموسكو أغلى بكثير، يعني ضعف ضعفين ضعف احتمال الدراسة بباقي المدن. شلون؟ عندك مثلا راح نحكي على الجامعات الأولى، مثلا عندك مثلا جامعة موسكو الطبية الحكومية الأولى أو جامعة موسكو الحكومية لومونوسوف. القصد مالتها يكون بالنسبة للطب الطبية بالإنجليزي جامعة ستشينوا بالطبية الأولى راح يكون من 8000 إلى 9500 دولار، وهذا القصد يعني تقريبا قسطين ثلاث أقساط والجامعات الباقية. تقدر تحصل بجامعة يعني تعتبر جيدة جامعة نيجي نوفغارد وغيرها 4500 دولار، نوفوسيبيرسك يعني 5500 6500، هم جامعة قوية. عندك هسه هيجي يعني عندك لومونوسوف 7000 دولار وبالانجليزي بس، بس انت حصل جامعة قوية. الشيء الثاني انه انت بموسكو عادة يعني هو اللي شفته هنا صار لي يعني فترة، دول الجماعة الطلاب اللي طايحهم ما تلقاهم هنا في موسكو عادة، يعني ما أقول لك ماكو، بس عادة إن بهاي السالفة الطلاب اللي طايحهم مثل ما أنا رأيت أوصفهم هسه، يعني تعرفون أنت شنو أقصد بأنه طايحهم، إنه مو كل النواحي، ما راح تلقاهم في موسكو. ليش؟ لأنهم راح يكونون يدورون مدينة رخيصة، البنات ينسحلات أي شيء قصة صادقة وضبط يسوون وياهم أي شيء براحتهم بدون ما يدفعون فلوس هواي وبدون أي تعب وبدون أي شيء. أما شنو نجي هسه كنا إيجابية، هسه راح نقول سلبية. طبعا حقرب الكاميرا لأنه أعتقد إن الصوت ولي بعد ما يصير واضح، بس خلي يصير فوكس هيك تمام. شنو من السلبية؟ انك راح تدرس هنا راح تشوف انه المدينة كبيرة 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 بشكل مو طبيعي، يعني انت راح تمشي بالتاكسي ساعة ونص ساعتين وبعدك نص المدينة، يعني التاكسي اذا مثلا من بدايتها لنهايتها اذا يريد يعبرها، يعني ما دا نحكي على ارياف، دا نحكي على المدينة نفسها بدون ارياف وخارج المدينة، يحتاج لساعة ونص الى تقريبا ساعة ونص ساعتين اذا في ازدحام بالتاكسي حتى تقدر تعبرها. ده بالمترو يعني مشي واحدة ساعة ونص تقريبا، ساعة وربع حتى تمشيها من بداية لنهاية، كبيرة حيل. وهذا الشيء اللي يخليه انه التاكسي بيكون غالي، هو التاكسي نفس الشيء بس شنو اللي يخليه غالي؟ انه المسافة اللي راح يمشيها تاكسي اكثر، مثلا بمايكوب من جنة التاكسي يمشي لخمس دقائق عشرة يقول له وصلت، هسه وين ساعة خمسة اربعين دقيقة يلا يوصلني.
اذا اروح بالتاكسي. فهذا الشيء ان المدينه كبيره، واحتمال اكو ناس ما يحبون المدن الكبار، يحبون المدن والثلاثه يلعبون، ما يحبون يريد مدينه صغيره هادئه وهاي الشغلات. الايجابيات شنو؟ هم ان انت نفس الايجابيه ذيك، انه انت ما راح اذا انت ما في مكان ما بي عرب هوايه هوايه بالجامعه، يعني بشكل مزعج تلقاهم مليانين مثلا بعدة مدن ثانية 600,000 عراقي تلقاه بالمدينة صايرة محتليها، مو مدينة روسية صارت مدينة عراقية. هي المدن موسكو ما تلقى كل شوية عراقيين أو عرب بشكل عام، وخاصة العراقيين. مثلا الجامعة اللي أنا بيها جامعة الطب الأول ستشينوف، بالمرحلة الأولى أكو إحنا 3 عراقيين فقط بالمرحلة الأولى، أنا وطالب وبنية بغير مجموعة، فقط 3 عراقيين. أكو عرب بس حتى يعني الموجودين العرب تلقاهم مضبوطين وزينين، يعني زينين زينين، يعني ما شفت واحد عنده سوالف ما شلون قايل الحادث هسه، يعني أبد من كلهم العرب غير العرب وغيرهم. يعني الجامعة عادة يعني تشغل الجامعات الغالية، يعني بشكل عام بس الجامعات أي مكان المكانات الغالية الفنادق والهاي الغالية ما يجون بها ذول، يعني النماذج المشيون قايل إلا قليل، يعني نادي ما أقول لك فرد نوب ماكو، بس يعني قليل تلقى بهم هيج نماذج. فأنك هم هاي السالفة راح ترتاح من هاي الشغلة. شنو عندنا هسه؟ قلنا هسه إيجابية. السلبية أكملكم على ذيك، إنه مدينة بما إن هي كبيرة حيل، بس زحمة بشكل مو طبيعي وين ما تروح. فهسه إحنا أنا الساعة الحمراء هسه يعني تقريبا المغرب، وراح أشوفكم على أساس إنه وين ما الجو. زحمة، يعني عدد السكان تقريبا 12 مليون 15 مليون صاروا، فزحمة كلش، يعني كسيارة تاكسي راح تلقى ازدحامات، راح بالمترو تلقى كوم وناس حلو هواي، خصوصا فترة الدوام هو تنجع صوص المترو ذا تفوت، يعني تصير هيج. أما بالشارع نفس الحالة، يعني بس شنو منظمين، يعني ما دافع وما أعرف إيش، يعني يحبون السراب، يعني شو اسمه، خصوصاً يوم المترو مال فافيليسكايا مرة من نزلت سيارة طولها تقريباً 10 أمتار أكثر من 10 أمتار، واحد واقف ورا الثاني ذا ينتظرون الباص، الأول من أول واحد واصل واقف، الثاني واقف ورا 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 ورا، هاي لو جماعتنا كان كلها صارت يم الباب كلها، كان صارت هيجي معركة من يصعد أول، واحد يدفع بالناخ واحد يضرب بالناخ. بس يعني السرة شطولة يحترمون السرة، منظمين، يعني حما علينا انه زحمة بس يعني منظمين، ماكو مشاكل تصير. زين، بعد شنو عندنا؟ احنا نجي هسه هاي اللي قلنا زحمة هاي سلبية، عندنا نجي هسه ايجابية. شنو بعد بالايجابيات؟ المدينة السياحية، المدينة حيل حلوة، لما أساعدكم أكثر من مكانات سياحية، تكون خريطة سياحية تلقون بها أكثر من 200 مكان سياحي، من ضمنها إنه هي أكيد هاي الساحة الحمراء اللي هو السنتر مال موسكو، اللي هو بصف مترو أخوذ نرياد نورين، بصف مترو أخوذ نرياد، يعني مدينة هاي الساحة الحمراء كلش حلوة، راح أصور لكم بيها. هناك اللي قدام اللي يحضرون بعد يبنون بيها، يعني نهاية السنة يعني راح أصوركم، أعتقد راح أسوي بث مباشر، حاجي هنا أسوي بث مباشر لل شو اسمه للاحتفال من رأس السنة، مباشر حلوة الكاميرا خلفي، أعتقد راح أصير أوضح هسه من أصورها، فأنتم مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى تشوفوا الفيديو. أي فأنتم بالنسبة لنا نكمل موضوعنا. إيجابياتها المدينة كلش حلوة وبها حلو هواي أماكن سياحية، هذا المكان بارك جوكي اللي هو هم صورت عليه أكثر من فيديو، صورت بيه بارك كلش كبير عملاق،
وعندكم بارك تسارينا هم صورت بيه اللي هو الفيديو مالي كل طالب سادس تدمر حلمه او كان عنوان اذا تشوفوه موجود بالقناه صورت فيه هم بارك تسارينا بارك كلش حلو وهم كبير تقدرون تروحون تشوفوه طبعا اكو هوايه متاحف هنا متاحف كلش هوايه من الحرب العالميه متاحف حديثه طبعا انا ما رحت لها كلها أنا شاف بالعطلة وفتشيح أنا احتمال راح أسوي فرع عليها وهي أكثر من مكان أكثر من 200 مكان سياحي خصوصا يعني بالصيف فتشي صيف هي مدينة سان بطرسبرغ سياحية كلش حلوة وبس مدينة سان بطرسبرغ بعد لي ما رحت عليها أشوف احتمال من يصير عندي مجال بالأفراس السنة إذا قدرت أروح راح أروح إذا ما قدرت احتمال على نهاية السنة ها وأذكر لكم شيء نهاية السنة هم مو بس راح أروح على سان بطرسبرغ إذا فاضي مجال إذا وصلت قناتي 10,000 مشترك قبل نهاية السنة الدراسية مو قبل يعني مو قبل السنة مو قبل شهر 12 مستحيل ولا إذا صارت معجزة كلها صارت تشترك يعني هي بعدها تقريبا حصلنا 4,000 بعد 3,600 ما أدري شقد فبعد طويلة بس قبل العام الدراسي يعني قانونية العام الدراسي يعني تقريبا الشهر السادس نهاية الشهر السادس هيجي إذا وصلت القناة 10,000 مشترك راح أسافر على مدينة الأشباح الروسية اللي هي المدينة اللي ما تغرب عنها الشمس نهائيا حتى لو الساعة 2 بالليل فالشمس ما راح تغرب عنها راح أفتر بيها أكو يوتيوبر عربي صور بيها بس أنا راح أروح أشوفها بنفسي فإذا وصلت القناة 10,000 مشترك راح أنا أروح فيها فأنشر القناة حملة توصيل القناة 10,000 مشترك حتى أروح هناك أصور لكم الصور اللي هناك والأشياء وشنو هاي المدينة وشنو الأشياء اللي بيها فكلها راح أصور لكم إياها فهسا راح نجي نرجع الموضوعنا قلت إنه المدينة سياحية راح نجي للسلبية يعني هي مو كل السلبية بس الجو يصير بشتة بارد كحالة حال المدن الروسية يعني أبرد من المدينة بمان مايك أبو غواي بس يعني حلو صحيح بعد ما إجا البرد بعد النوب شهر الواحد وهي شهرينات 12 يصير أبرد الجو يصير أبرد بس يعني عادي إذا تشوفونها درجة الحرارة سالب 4 سالب 5 شكل مرة صارت سالب 10 تلبس قمصلة تدفع كل شيء مرة تلبس تشوف تلبس هذا القبوة كل شيء ما يصير لك كلش طبيعي يعني ما أعرف هنا الجو ما أنتم يختلف إحنا نمنا مثلاً بالعراق وهذا بالبلدان العربية بشكل عام أو أي بلدان درجة الحرارة 9-4 في الدنيا برضه ثلج شنو السالفة ما أعرف هم هنا صارت درجة الحرارة سالب 1 حس الجو عادي يعني جدا طبيعي حتى ما أقدر أطلع بالقميص بس حس شوية برد حس درجة الحرارة شوفونا سيد لابس بلوز وهاي السترة عادية يعني لا تخافش من هاي السالفة نقول سالب 20 انك راح تتجمد وما راح تتحمل شنو السالفة لا يعني اكو قسم ما يتحملون برد فراح شوية يصير عندهم مشكلة شوية راح يتعودون بس يعني احنا مثلا بالعراق توصل درجة الحرارة الى سالب شنو توصل الى موجب 50 57 56 ونفس الشيء يعني انا وجيت هنا قبل فتره صار سالب 16 يعني بس لبست قام صار شويه مبطنه من جوا صار من فوق السيت عدل تمام جدا طبيعي يعني سالب 10 اطلع لابس شفوف جدا طبيعي اتمشى بالشارع بس هو اللي يلبس هدوم مبطنه من جوا هاي اللي حكيت لكم عنها مره بواحده من الفيديوهات ما راح يحس بأي شيء جدا طبيعي حتى عندك سالب 20 ما راح تخاف من شيء بس يعني اذا سالب 60 وهم سالب هاي اهم اكو هدوم خاصة لها تلبسها هم ما في شيء مثلا في سيبيريا بالمدينة مدينة الاشباح بالقطب الشمالي صايرة طبيعية ما اكو اي شيء هاي ترشيل اشياء اللي ذكرتها خصوص موسكو الدراسة بموسكو عندك شنو الأشياء من تيجي تدرس بموسكو شنو راح تواجه بحياتك كأشياء سلبية إيجابية أما بالنسبة لي الأسعار
فالاسعار ها بالنسبه للاسعار انه راح تلقى اسعار كمعيشه كاكل شرب حتى الملابس اكو اماكن يسوون بها تخفيضات خرافيه ارخص حتى من المدن الصغيره يعني هنا اكو ماركات عالميه هذا الحذاء اللابسه حذاء ايطالي بالمواقع سعره 5 ورقات هنا يبيعوا ورقتين 11000 وما ادري كم تقريبا روبل يطلع مسوين سووا لي عليه تخفيض خرافي طبعا هو ماكو تخفيض بس انا ما اعرف شنو السالفه هاي المواطن سوت تخفيض مو طبيعي قلت له اشتري اكثر من واحد كان يقول لي ايه راح جدي قلت له حسد اربع وحده عشان يقول لي 70% شنو تخفيض رحت ادفع فلوس عشان يسوي لي 50% النوب من تقريبا ورقتي 190 دولار الى اذا سوى 20 دولار تخيلوا والقمصة اللي لابسها يعني سعرها يطلع بالمدن يعني حتى بالعراق وبالهاية مو اقل من 50-70 دولار ناي لقيتها بواحد من المحلات الكبار يبيعها ب 30 العراقي يطلع تقريبا 25 دولار يعني اسعار خرافية تخفيضات مو طبيعية حتى سعر الاكل اللي هو الاكل والشرب والهاية بالماركت يسوي لك تخفيض 50-60-70-30% تخفيض يعني لا تخاف من هاي السالفة كمعيشة نفس الشيء بس عندك السكن كارثة غالي كلش السكن إذا قارنا بالمدن الصغيرة مدينة مايكوب تاني قاعد بشخص لطش بالجامعة لطش يعني ما يقولك لطش 20 ثانية مشي أصل الجامعة كنت مأجرها بورقتين يعني شقة زينة حتى صورت لكم عليها فيديو بس مع مو هاي القناة مطمئن لحكا بدي بقناة ألعاب اللي شفت قبل ما أطمئن أفتح هاي القناة كانت بورقتين اما هنا اذا اريد لي شقه نفسها 700-800 دولار اذا حصلها بنفس هذا الموقع بالاوفر ريال 1000 دولار 700-800 واذا بعيده حصلها ب 400-500 دولار الا اذا خارج بالارياف لانها بالارياف حيل وبعيده كلش ساعتين تصير 350 هيك يعني لا بعيده حيل هاي كلش عندك بس السكن غالي حتى السكن الجامعي باقي المدن ممكن تحصله 200 دولار مدن صغيره بالمتوسط 500 دولار 500-400 اما بموسكو السكن الجامعي يطلع ب 1400 دولار الى 2000 دولار 1500 هيك السكن الجامعي الجامعي الرسمي هذا يعني اساس مال الحكومه وهيك هاي الأشياء اللي ذكرتها إذا عندكم سؤال اسألوني بالتعليقات وراح أسوي عنا فيديو خاص حتى سويت نشرت منشور من منتدى بالقناة وكتبت إذا عندكم أسئلة خلي يسألون راح أسوي فيديو اسألني خاص أجاوب فيه فإذا عندكم أسئلة ثانية اسألوني بالتعليقات وراح أجاوب عنها بفيديو خاص وهنا نكون صدر الفيديو هذا الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم وخليكم مشتركين وفعلا زر الجرس لأن الفيديو اللي بعد هذا بس راح أصور التحضيرات بالكاميرا الخلفية راح أصور كل شيء فمع السلامة.